مرحبا ورمضان كريم وينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية. اليوم رح نعمل معروك. بالنسبة للمكونات رح نحتاج معنا معلقة كبيرة خميرة فورية، ما انتم شايفين. رح نحتاج معنا تقريبا كاسة إلا ربع سكر أبيض. رح نحتاج معنا كاسة ونص مي فاترة. رح نحتاج معنا بيضة. رح نحتاج نص كاسة زيت نباتي. رح نحتاج معلقة خل صغيرة. رح نحتاج معلقة صغيرة ملح. رح نحتاج 4 معالق كبار بودرة حليب. رح نحتاج معنا معلقة كبيرة حبة بركة ومعلقة كبيرة سمسم. رح نحتاج معنا معلقة كبيرة ينسون ناعم، بالإضافة لمعلقة كبيرة زبدة سائلة. طبعا إذا متوفر عندكم محلب فيكم تضيفوه كمان، بالإضافة لليانسون فيكم تستخدموا كمان معلقة كبيرة بالإضافة لليانسون. أنا ما متوفر عندي فرح أكتفي اليوم باليانسون. وكمان رح نحتاج ل4 كاسات طحين كبيرة، 4 كاسات طحين كبيرة رح نحتاجهم خلال مرحلة التحضير مثل ما رح نشوف. وهلأ رح نبدأ التجهيز. المرحلة الأولى رح نبدأ بتجهيز الخميرة. رح نضيف كاسة ونص المي الفاترة اللي حكينا عنها. رح نضيف عليها خميرة بالإضافة لمعلقتين سكر من الكاسة اللي حكينا عنها. هاي أول معلقة، الثانية. رح نترك 10 ثواني بعدين نحركن مع بعض. هلأ بعد 10 ثواني رح نحرك الخليط مع بعضه. وهلأ رح أغطيه أنا للخليط وعيفه 10 دقايق لبين ما يتخمر معنا ونرجع له مرة تانية. هلأ بهاي الأثناء لبين ما ننتظر الخميرة تجهز، أنا رح أبدأ بتجهيز المواد اللي هي الناشفة مع بعض. رح أضيف 2 كاسات طحين، 2 كاسات طحين. راح نضيف عليهم السكر. أضفنا السكر وراح نضيف الحليب 4 معالق كبار. راح نضيف معلقة اليانسون وراح نضيف اللي هي معلقة السمسم ومعلقة حبة البركة. معلقة صغيرة ملح راح نضيفها كمان ونحرك المقادير مع بعضهم. مثل ما احنا شايفين كيف هلا بعد 10 دقايق كيف الفقاعات ظهرت على الوش. فهلا الخميرة هاي هلا جاهزة، راح نضيف عليها 2 كاسات الباقيين من الطحين. الكاسة الثانية ورح نحركهم مع بعض. وهلأ بعد ما خلطنا المكونات أنا رح أغطيها وعيفها تتخمر لمدة نص ساعة ونرجع نكمل الإجراءات اللي بعدها. وهي بعد نص ساعة مثل ما احنا شايفين كيف ضعف حجم العجينة.
هلا رح ننتقل للخطوة اللي بعدها، رح نضيف الزيت والسمنة والبيضة ونحركهم مع بعض مثل ما رح نشوف. رح نضيف الزيت ورح نضيف الزبدة السائلة معلقة، رح نضيف البيضة ونحركهم مع بعض. بهاي الأثناء رح نبدأ بإضافة خلطة الطحين اللي عملناها شوي شوي مع التحريك المستمر. وهلأ بعد ما خلطنا العجينة مثل ما انا شايفين كيف القوام صار بهالشكل، فرح نرجع نعيفها ترتاح لمدة نص ساعة ونحطها بصينية الفرن مثل ما رح نشوف. وهلأ بعد نص ساعة رح نشيل العجينة مثل ما انا شايفين ورح نمدها هلأ بصينية الفرن. هاي صينية الفرن عنا جاهزة، أنا رح أستخدم اللي هو الزيت الخاص اللي هو المعجنات. فيكم تستخدموا زيت نباتي بس تدهنوه بشكل بسيط بدون ما تكتروا. وهلأ رح نحط العجينة جوا الصينية. رح نرش عليها شوية زيت من فوق مشان نحسن نمددها بهدوء بدون ما نضغطها بشكل كبير ونطلع الهواء اللي فيها. فهلا رح نبدأ نرش رشة خفيفة من الزيت على وشها ونبدأ بتمديدها بالصينية. وهلأ رح عيفها ترتاح لمدة 10 دقايق لربع ساعة. بهاي الأثناء أنا رح أحط الفرن هلأ شغله وحميه على درجة 180. مرحبا. وهلأ بعد ربع ساعة مثل ما أنا شايفين تركنا العجينة ترتاح بالصينية الفرن ورجعت نفخت معنا كمان شوي. هلأ المرحلة الأخيرة رح ندهن عليها صفار بيضة، رح نضيف عليها الخل، حركهم مع بعض راح ندهن على وش العجينة. وهلا بعد ما دهنا على وش البيض صفار البيض رح نرش شوية سمسم أبيض وحبة بركة على وشه. وهلا بعد ما رشينا عليها حبة بركة وسمسم أبيض رح نحطها بالفرن على درجة 180. طبعا أنا حطيته بالفرن رح عيفه مثل ما حكينا على درجة 180 لمدة 20-25 دقيقة. أنا عندي الفرن طبعا شغال بشكل كامل، ما عندي فوق وتحت، فرح عيفه وخليه تحت المراقبة بعد 20 دقيقة. الناس اللي عندهم الفرن بيشتغل فوق وتحت ممكن بعد تحمية الفرن
يطفوا اللي فوق ويعفوه شغال من تحت لمدة كمان نفس الشيء 20 ل 25 دقيقة مع المراقبة يعني، وبعدين يرجع يشغلوا من فوق لمدة 5 دقائق المرحلة الأخيرة. بعد 25 دقيقة رح نشوف كيف. أنا رح أرجع أعيفه 5 دقائق تقريبا بالفرن وأطفي تحته يكون جاهز. وهلا بعد مضي بالضبط 30 دقيقة صارت شكله ممتاز النتيجة اللي عم نستناها. هلا في ممكن نضيف عليه لو بتحبوا سيروب اللي هو القطر اللي هو مي وسكر، فيكم تضيفوا عسل على وشه او فيكم تضيفوا دبس التمر، وفينا كمان نزينه بالاخير بشوية جوز الهند. بعدين راح نحرك الدبس على وشه طبعا حسب الرغبة، اللي بيحب يضيف جوز الهند ممكن نضيف على وشه جوز الهند،